وفي صلب مباحثات الرئيس الحريري الطلب من السلطات الروسية المساعدة في عملية ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، إضافة إلى حل أزمة النازحين السوريين. ما هي اللقاءات التي أجرها الرئيس الحريري اليوم، وما هي أهمية هذه الزيارة والأجواء التي ترافقها؟ ننتقل مباشرة إلى موسكو حيث مفادتنا معظاهر والتفاصيل. تفضلي معها. نعم رشا، بالفعل هي زيارة